وقف التليفونات كلها بتاع سايلنت بما فيه البتاع اللي انت بتسجل منه ده سايلنت ولا مش سايلنت. من هو او من هي اشهر شخصية في العالم غير الانبياء والرسل؟ عشان ما تجيش تقول سيدنا محمد خلاص غير الانبياء والرسل. لا ما بتستغيث ولا انا ما حددتش من هو عمر سيدنا عمر هو الصحابي شيلوا شيلوا غيره شيلوا خلاص الصحابي هنري هنري بتاع سيدنا احمد انت عارف هنري كان ده ما يعرفش هنري فهنري ما ينفعش يلا اديسون اديسون حد يعرف اديسون عرفان لا انا مش عايز ما اعرفوش ميسي ايه ميسي انت هتلر هتلر كويس فرعون صدام دكتور هاني اي عالم دكتور هاني البنو لبسني يا عمه هذا مش نعرف كل يعرف برضك ها ترامب ها بشار الاسد حافظ الاسد علي الاسد نانسي عجرم نانسي عجرم نانسي عجرم الله لا انا بقى ده فلوبي انا بقول لك المشروب انت بيتك الشر ها مين خلاص خلصتوا غاندي غاندي كويس ها نيلسون مانديلا كويس ها عبد الرحمن سميت كويس كل واحد فينا بيجاوب على السؤال ده من خلال معرفته المحدودة اللي على حسب تعلمه وعلى حسب ثقافته وعلى حسب قيمه وقيمه انا هعدي ثلاثة مش هكمل هجاوب ولا بعد كده والاجابة هتطلع كلكم عارفين كل ده صح بس مش صح واحد اثنين جحا كويس ده اخر واحدة مش حد بعد جحا طب ادينا اي مسألة مش هديك ولا لا لا مش هديك ولا هديك ولا هو مسألة وخلاص الجواب عليه ما تجاوبش عليه ابي طب كويس اشهر شخصية اشهر شخصية يعرف من اول المخلوقات بتاعت ربنا هو هو مين الذي يحب الله واخدين بالكم فاذا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل انني احب فلانا فينادي جبريل في اهل السماء مين بقى اهل السماء دول نعرفهم كلهم كم مليون ولا كم بليون عايشين فوق بارواحهم احب فلان او احب فلانا ممكن يكون فلان او فلان شفت الامر بسيط ازاي فيحبوه ينزل سيدنا جبريل في الارض كنادي اهل الارض فتوضع له او لها درجه القبول شفت بقى احنا ماشيين في فزلكه ازاي وميسي وكريستيانو رونالدو ونانسي عجرم وايفاء وروبي وكوكو وبوكو وهي بسيطه جدا ربنا حبك عرفك خلائق انت ما تعرفهاش وحبتك خلائق انت ما تعرفهاش درجة القبول دي الواحد يخش في مجتمع او في حارة او في بيت لازم ترحب بيه من غير حاجة انا شفتك قبل كده هتقابلنا فين؟ متقابلناش بس قابلنا ان ربنا اراد لمثل هذه الرواح اللي هي مجندة انها ترتقي شوف ده ايه؟ اشهر الشخصيات واحب الشخصيات الى الله سبحانه احنا يومنا النهارده هينتهي الساعة 5 ان شاء الله. وكان المفروض نقسمه لاربع جلسات انا ما عندي مشكلة كل حاجة عندي متحضرة. فالأولى احنا لما نتكلم عنها انا سمعت كلمة امبارح عن الإحباط. فلذلك انا غيرت وكتبت دي الورق ده كنت كاتبه معايا فعملت البرزنتيشن دي امبارح عشان ايه حكايه الاحباط دي ما تجيناش ابدا يعني. وعندنا اللي هو سلوك الشخصيه وعندنا تفكير الاستراتيجي وعندنا حاجات كتير قوي يعني.
لكن انا كنت بقول بقترح عليكم لو احنا في فترة بتاعت بعد الظهر نجلس نناقش مع بعض شيء احنا ممكن نعمله مع بعض. طرح ليكم لو قلتوا هننفذه، ما قلتوش هكمل ايه الاغاني اللي انا بغنيها. وبعدين بعد كده هو لان العمليه ما ينفعش نقعد مع بعض 3 ايام وما نبتديش نطلع ماذا بعد، هنعمل ايه مع بعض بعد مع بعض. فانا هبدا في الورشتين بتوع الصبح او الكلمتين بتوع الصبحيه دول هم دلوقتي. ولو انتوا عايزين نتقسم لاربع خمس ست سبع مجاميع وتتفقوا زي ما سيدنا عمر قال لابنه ايه، لما اتفقوش اعمل فيهم ايه؟ اقفل عليهم الباب. انا هقفل عليكم البيبان هنا عشان نتفق خلاص؟ انا ما عنديش مشكله، عايز نكمل ثلاث محاضرات كذا انا ما عندي مشكله، بس انا مش عايز ايه؟ كتر المحاضرات بيخلي الانسان يمل المحاضر ويمل الايه؟ الامر. تفاؤل. حذاري. ده الصراحه. حذاري ألا نتفائل. التفاؤل جزء من الإيمان. التفاؤل ركيزة لبناء المجتمعات. التفاؤل أداة وآلة من أدوات وآلات التغيير. التفاؤل ضد المرض. التفاؤل ضد الهزيمة. اللي كان إيمانه ضعيف يتشائم ويتطير. تفاءلوا بالخير تجدوه. يبقى دي أنا بتكلم في دي في الأول ليه؟ لأن إحنا مش عايزين نشيل كلمة التفاؤل من أي ظرف أو أي وقت أو أي شيء يواجهنا. لأن هو جزء من إيه؟ من الإيمان. جزء من الإيمان. ما ينفعش أكون مؤمن مش متفائل مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. ربيع هنا علشان إحنا في بعض الحاجات هم كتير، هم 40 أو 50 نقطة أنا كتبتهم، ممكن تكتبوهم أو ممكن نبعت لكم الكلام. مفيش حاجة، مفيش حاجة تتباع بفلوس هنا. أول شيء في التفاؤل إنك تكون واقعي. واقعي، أنا إمكانياتي إيه؟ زي ما قلت أنا كان بقى الإمكانيات والقدرة والحاجة. واقعي وما ترفعش سقف التوقعات. والله إحنا بكرة هنعمل حاجة هنغير، ما فيش حاجة بتتغير 180 درجة في يوم واحد. لا الطفل بيخش الجامعة ما ينزل من بطن أمه، ولا البذلة بتطلع ثمرة لما نحطها في الأرض. يبقى إحنا مخنا اتقلب. مخنا اتقلب. مخنا اتقلب. بذرة هتطلع لي بلحة بعد نوالة البلحة، هتطلع بلحة؟ مش هتطلع. لكن في المجتمع بقى عايزين نغير كل حاجة. ما ينفعش. ما ينفعش. إذا كان الأرض اللي هي تعتبر من الجماد بتاخد وقتها عشان تطلع الثمرة. يبقى الإنسان اللي أنت عايز تغير مخه وفكره وعقله هتخليه كده؟ احنا عملنا نغير، نعمل ثورة. يلا بكرة، ايه بكرة دي؟ شفت بقى؟ سقف الطموحات دي ما تتفعش الحاجات ما تقدرش تتحققها. لازم نحدد هدف ولو بسيط. لازم. ما نمشيش كده عمي. أو متخبطين. حتى لو كانت الدنيا ضلمة. حتى ولو كانت المجتمعات متغيره كده، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، اذا كانت الساعه تابع لكم فسيره فلا زعل. لما تقوم الساعه الدنيا ماشيه يمين وشمال وفوق وتحت، مش بطبيعتها، لكن مع ذلك الرسول بيقول لك اعمل، يعني ازرع. تشغل نفسك باللي انت بتعمله، مش باللي انا بعمله. شوف هي بص خرجت عملت ايه؟ طب انا مالي بيها؟ انا عملت ايه؟ ربنا مش هيحاسبك عليها، هيحاسبك عليك. ربنا مش هيحاسبك عليا انا، هيحاسبك على نفسك. واقعد اضيع نص وقتي او ثلث وقتي او ثلث ارباع وقتي، شوف قال شوف
شوف قال بدل ما اقول شوف قال اقول ايه ربنا عليه واقول اعمله. انا عملت بقى ولا قلت شفت يا ربنا بقى وزومبا كده والحاجات دي كلها. ها لما اغضب حاول كنترول المسافه لان القوي لازم قوي ايه بالسرعه بل قوي ايه من كتب ده وده مش سهل لان في الاخر ايه تربيه نفسيه للفرد نفسه مش سهل. ساعات الانسان ما يتحملش فينفجر. اعمل مبادرة زي ما انا اتكلمت امبارح مين الاخ اللي قال 4000 جمعية موجود معاك ولا مش موجود؟ مش موجود مش مشكلة. اعمل اي مبادرة اي مبادرة ولو بسيطة. لم الزبالة نضف شبابيك اللي جارة قول صباح عد على السوق زي ما سيدنا احد الصحابة كان بيعدي على السوق ايه لهم السلام عليكم مش عارف مش فاكر بس انا الصحابي كان بيخش السوق بيقول كان بيقول حديث كده السوق للتجار الى اخره حاجه بسيطه بسيطه تشغل نفسك بيها وكره التلج بتبدا قد كده تبقى كده لما تنزل اصلا على المجتمع وتهدم بيوت لما بتقعد تتدحرج 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 تنزل تحت تلاقي احنا بتلاقي 50 60 100 بيت بس لما بدات بدا السؤال كده زي الغابات ما بدات بالبذور والجبال ما بدات بالايه؟ بالزلط والصحراء بدات بالرمال او بحبات الرمال. اي مبادره بسيطه تتعمل عشان ايه؟ تشغل نفسك، مش هيشغل نفسك هيخش ايه؟ في مرحله التشبع. طبعا ان شاء الله افشل 100 مره. مين اللي قال ادسون؟ ادسون ده اللي بيقول جرب 999 مره وما نجحتش والمره الالف نجح وهو قال لي انا ما فشلتش انا جربت انا جيت اتجوز ثلاث مرات واربع مرات اترفضت لكن اتجوز ثلاث مرات اتجوزتها احلى من ايه؟ احلى في الروح احلى في الروح عارفها مش كده؟ خد بالك مش عيب انك تفشل مش عيب انك تتغلب مره واثنين وثلاثه ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما 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 الصحابه اتحزموا في غزوه احد ويوم حنين لما اختاروا بنفسهم اذا اعجبتكم قصتكم لكن لما رجعوا الاصل المساله انتصروا وهكذا. فلذلك الفشل مش معناه فشل او اللي هو عدم النجاح في تجربه معينه مش معناها فشل. ليه؟ ما لازم يعني انا عمري ما عملت حاجه في حياتي ونجحت فيها من اول مره والحمد لله نجحت بعد كده الدكتوراه سقطت فيها سقوط زي الزفت وشنيع وبعدين نجحت الجواز اللي قلت لكم اهو العربيه لما جيت اعمل اللي هو الرخصه برضك اربع مرات ولا خمس مرات سقوط مش ممكن ونجحت وما بسوقش العربيه دلوقتي فلازم مش عيب ان انا افشل مش عيب ان انا ايه اسقط في تجربه او حاجه زي كده. لازم يكون لنا يومنا مقسمينه لساعات معينه لما انا كاتب ان هو لو ساعة للقراءة للعبادة للتفكر للعمل للمجتمع للعيلة للرياضة وكل واحد فينا يفكر زي ما هو عايز بس لازم يومي ما يعديش كده من غير ما ايه؟ ما انا استفيد من يومي لان يومي لو انا ما استفدتش منه هيطلع قدام ربنا يوم القيامة يزعلني شوف انا فاضي ما عملتش فيا حاجة فيوم اسود ما فيش حاجة فيه اي كتاب فيه ها؟ فلازم انا احدد يومي لازم اتعاون مع اللي حواليا وده بقى المشكله اللي عندنا في القضيه الجمعيات السوريه اتعاون مع كل الفصائل المجتمعيه مجتمع ما بيتكلمش من لون واحد عمر ما كان في مجتمع في العالم حتى مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع النبوه ما كانش لون واحد كانش لون واحد ابدا بس القائد استطاع يجمع كل هذه الاطياف ويعمل منها مجتمع واحد. لابد ان اتعامل مع الجميع وايه واجذب الجميع لهدفي واتشارك مع الجميع في بناء الوطن وبناء المجتمع. فكلمه التعاون والتشارك دي زي ما احنا بنتكلم عنها من يوم واثنين وعشره وما بنتكلم عنها من سنين أصبحت من المعروف من الدين بالضرورة في بناء المجتمعات وبناء الدول والأوطان. كل أطياف المجتمع ولا استعلاء. في
فيها لطيف على طيف. اعتز بإيماني وأحول إيماني لقيمة مجتمعية خدمية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة كانت بتقول والله إن الله لن يخذلك أبدا أبدا. تقفل الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتساعد على نوائب الدهر وتصل الرحم. شوف خالته من صلة الرحم للجيرة وما كانش لسه رسول صلى الله عليه وسلم. فدي شخصية، هذه شخصية العامل المجتمعي الذي تمثلت في قول السيدة خديجة رضي الله عنها في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفت كيف يبنى المجتمع من حديث أو كلمة بسيطة قالتها امرأة لا خرجت من جامعة دمشق ولا جامعة لندن ولا جامعة القاهرة ولا جامعة أي حاجة. حذاري أن ننفصل عن الآخرين في محاولة بناء مجتمع. الصديق يقول لك استقل، يعني مين أنا مصدق مين؟ صديق الايه؟ الحديث عن الصلاة والسلام اللي هو كحامل المسك مثل الجليس الصالح. جليس الصالح كحامل المسك الصديق والجليس الصالح. أيوه أنا همشي مع كده حبقى كده، همشي مع كده حبقى كده، همشي مع كده حبقى كده، على حسب أنا مختار إيه ليا أو لأولادي أو إلى آخره. دايما يكون عندي طموح في العمل الخير والعمل المجتمعي. يعني لما بدأنا الإغاثة الإسلامية من 33 سنة ما كانش عندنا مكتب. أهو بقول لكم، بقول لك أهو يا بنفسي، قول لي إيه؟ يقول لي ليه يا بنفسك؟ ها؟ لا مكتب ولا كرسي ولا تليفون ولا فاكس ولا أي شيء. لا مش يعني بدأنا الشغل بحاجة بسيطة. وين؟ بس خالد كام؟ خالد 34 سنة السنة دي. عمر المجتمع ما بيتبني عشان في واحد ملهم كده عمل تك، صحي من النوم قال لك تك، قلت له قلت لك تك وتك توك تبقى تكتب. عندك دكتور؟ سوريا ما في دكتور. انتوا متقدمين، انتوا دور متقدمين. ما في طرطيره ابدا. في طرطيره. فلو كان تك خلى كل الناس تبقى مسلمه في يوم واحد بالتك. لكن ليه القران نجم في 23 سنه ونزل على قضايا معينه ومشاكل وكذا ومختلفات وصحابة اختلفوا؟ يعني لما قال السيدة سيدنا بلال يا ابن السوداء وبلك امرؤ فيك جاهلية، كل الحاجات دي كانت بدون صحابة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول يا أولادنا آمنوا آمنوا، يعني بس مش فما نتكلم عن حاجات زي كده مفيش حاجة بتتعمل مش عشان تضحى. ولا بد نبني مجتمع ونطلع للطموح في الآخرات بتاعه. طيب نتعلم من اللي قبلينا. لازم مسلمين غير مسلمين نتعلم منهم. أنا ليه رحت بريطانيا عشان أتعلم الطب؟ لما كنت أقعد في مصر أتعلم الطب. طب عن طب، ده طب وده طب. وغيركم اللي بيروح أمريكا واللي بيروح فرنسا واللي بيروح بلجيكا واللي بيروح كذا وكذا وكذا وكذا. علم اللي حواليك. احنا اللي عملنا، احنا مين؟ مش انت ولا انا؟ خرب كل الدب، مش كده؟ اه طبيب. كنت طبيب يعني. فكان بيبنوا مبنى هم المدرج، الرئيس هنا في المدرج. مين اللي حطوهم دول؟ اللي هو بقى المسينا. لما دخلنا في البتاع دي لقينا اسماء العلماء دول اللي سطروا العلم من حروف من ذهب. مش ان عايز بنا اسمع الكرسي، لا. على كرسي فلان وفلان وفلان. انا بقى عندي البنا هعمل ايه؟ جدا ما كان الليل في شيء الا في شيء الا طمع ما كان كده حتى شيء وانت تبقى شيئا واخد بالك وهكذا. يعني فانتوا اصلحوا لي بما انكم اعاجم ونحن العرب اشباه عرب او انتوا اشباه عرب، اما انا العربي واللغه بتاعتي متقدمه على العصر ولذلك انا اعتذر لك بناء علي تصحح. تمييز
لا 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 ما لا ما الاثنين مختلفين. انا بس حطيت الشده دي احفر لك بالاثنين. اللين والشده ده صفه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو اللين طبعا مش الشده. فبما رحمه من الله انت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضت منه. اما التواضع فسلوك سلوك يعني بيمشي مع اللين. الشده يعني حينما يتشدد الانسان على المجتمع يفرض منه عقل المجتمع. لكن ما فيش مانع انك تكون حازم. حازم ما فيش مشكله، بس حازم مع تواضع وحازم مع لين. يعني مثلا ايه خدنا قرار ايه في حازم خلاص نعمله، واخونا ضد القرار ده رغم ان ناس محضنه وبايسه ومزغزغه واخد بالك افكه واخد بالك وما حسسوش ان انا القرار الحازم ده بيبقى بيكسر من شخصيته او من قدرته. واخد بالك ان هو لازم يكون في حازم، لان في الاخر في المجتمع لابد شخص ياخد قرار حازم، لابد ان نتفق على قرار لو المجلس معايا مش متفق عليه وفي رؤيه معينه هاخده بس، وانا بتعامل مع الناس في تطبيق هذا القرار الحازم اقول الناس طب هم عملوا فيها كده امبارح وايه فسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوا السيده مريم عليه السلام وسبوا وخلق الرسل دي وده ودول ما نصنفش حد. احنا بنتعامل مع المواطن انا عارف الكلام ده مش هيكون على رغبه الكثير، لان ساعه التغيير الانسان بيتقوقع مع من يعرفه مش غلط، لكن ما انفصلش. لو انا عايز ابني مجتمع بقى ما ابتديش بقى انا مش هتعامل مع الجماعه دول عشان اصدور كذا، يمكن هم فيهم حاجات احسن مني، مش هتعامل مع دول عشان كذا او كذا او كذا او كذا. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القران مش قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اللي هي الأسيرة. تعمل الطعام على حبيه. إيه. الأسير من هو الأسير؟ أنت حط أسير في حتة، حط حبيه في حتة. أنا بكرة دي كتير جدا ليه؟ لأن حصل النقاش ده وإحنا في أيرلندا يمكن من 10 أو 15 سنة. وكبير الأساقفة اللي هم الأيرلنديين الكاثوليك الانجليز الانجليكان قال لي انت متاكد ان ربكم ده قال على حبي؟ شككني في الايه. ما كنتش حافظ انا القران. فاتصلت بالتليفون بواحد في المكتب قلت له يا فلان عبد الجبار قال لي قلت له قال لي قال لي كذا قلت له بيع حبي؟ قال لي بيع حبي. رجعت له كان في مؤتمر صحفي قلت له ايوه على حبي ما هياش وظيفه. ما هياش وظيفه وعلى حبي شئنا ام ابينا. شئنا ام ابينا ده كان ربنا. أنا مش قادر ها؟ على حبي يعني على حاجة الطعام ويسير مثلي ويسيرون على أنفسهم. والإيثار. أي نعم. الإيثار والحب والحبيب. ولكن الأسير اللي عندك إن أنت بتحبه وتطعمه. بتاخده تذبحه أو كذا أو كذا زي ما بيحصل دلوقتي في كل الأماكن في العالم. تحويل النقد السلبي لطاقة إيجابية، طبعًا زي ما إحنا قلنا في الأول يعني مش كل حاجة أنا بعملها غلط. تمسكها لي او تمسكها لي يعني اقول له تعال نعمل الصح بدل ما اقول له انت عملت غلط. قدوه ازاي هكون انا قدوه لمن حولي؟ ازاي كيف ساكون قدوه لمن حولي؟ بالعلم 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 بالصدق بالاخلاق بالعمل بالعمل بالمبادره بالتواضع بالتقوى بالتقوى. اعتقد ما حدش هيشوفه بس التحول ايه؟ بالافعال بتاعتنا وهكذا بالخدمه باللين مش بالغلظه وبالشده وبالنفور والصدام الى اخره. دايما نفتكر نجاحات الاخرين. انت عايز تخش في حته تنجح فتبص نجاحات الاخرين نجحوا ازاي؟ ازاي الناس نجحت؟ ازاي اليابان خرجت بعد الحرب العالميه الثانيه ومدمره ونجحت بقت من اقوى الدول في العالم اقتصاديا وكذلك المانيا. وازاي في بعض الدول دخلت سرقت التكنولوجيا بتاعت المانيا ونقلتها لبلادها واصبحت هي متخلفه عن المانيا دلوقتي اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا. بس اصروا. ازاي سنغافوره اللي هم 3 مليون ولا كذا ولا 4 مليون اصبحوا دوله من الدول المهمه في العالم. ازاي ماليزيا
بعد ما كانت دولة فقيرة معدمة في الستينات تحولت إلى أعلى النمور التسعة اللي في جنوب شرق آسيا. جي نجاحات زي نيلسون مانديلا حافظ على الأمة بتاعته بأنه تغاضى عما سبق. أبدك اللي هو بيسموه إيه؟ التصالح الوطني المجتمعي. وده حصل في جنوب أفريقيا وده حصل في رواندا. في رواندا في أقل من شهور قرابة مليون واحد ذبح وذبح. مليون ذبح. ها؟ وعملوا التصالح بينهم بعض أصبحت رواندا دولة إيه؟ وسموا استقلال الآن. في ليبيريا كذلك إلى آخره. فلما ننظر لمثل هذه النجاحات صحيح هي سالت دماء كتير. لكن خلاص إحنا ننتقل بالمجتمع إلى مرحلة أخرى لنبنيه معا. لكن لو هنعيش في الماضي عمرنا هنتحدث الآن المستقبل. تعلم من اللي حوالينا كلهم بغض النظر مين اللي بيعلمك. أنا كان دائما واحد قريبنا الله يرحمه الرجل كنا مسمينه عبد الفتاح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل طيب وكريم وكان أكرم مننا. كان ما يخش هنا البيت وهو في حالته يعني البسيطة إلا وفي إيده هدية. إن شاء الله تكون الهدية دي حزمة كبير أو حزمة وهو محتاج. كان يقعد جنبي يعلمني كنت أقعد جنبه أستمع إليه. شوف مين بيعلمك المهم تعلم إيه. حكمة ضالة المؤمن دور عليها. بواب مزارع فلاح سمكري هو لازم يكون أستاذ جامعة ولازم يكون شيخ بعلمة. لا في ناس مجتمع مليان ناس وكل واحد مجتمع عنده تجارب مش عندي أنا. فأنا يعني التجربة اللي خدها اللي خطيها حضرتك خدت منها 30 سنة أنا هاخدها منه خمس دقايق لما استمع عليه بغض النظر هو مين من ديني من مش من ديني من ملتي مش من ملتي من بلدي مش من بلدي فقير غني متعلم مش مشكلة. دي مش المشكلة. المشكلة إنها أتعلم منه. ها؟ أتعلم الإيجابيات عشان إيه أتفادى السلبيات. أتعلم من أي حد. لازم يكون لنا قدوة أحتذي بيها. في ناس بتحط أي حاجة قدامهم بس أنا على الأقل لي قدوة أحاول أكون أصل إليها عشان أكون زيها. طبعاً الإسراف مش قاعدة من القواعد. أنا كان في الحلال حتى. إسراف في الحلال بيقربنا إلى المكروه ثم إلى الحرام. مش كده برضك ولا ما فيش أنا مش فقير. تفضل. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. ولا يعني ممكن نسرف في الخير؟ الخير بابه مفتوح. لكن ما يعني مثلا ثمن سيجارة إسراف ولو ليرة. إيه؟ ثمن سيجارة إسراف. سيجارة يعني؟ سيجارة. بس أنا ما بتكلمش عن السيجارة. لا يعني هذا. لا أتكلم على الأكل. في الإسراف في الإسراف. دي ناحية لحم خضار رز. لأن السيجارة عند بعض العلماء مكروهة. وعند الآخرين محرمة. مكروهة سيجارة واحدة بس. لكن مكروهة. مو تكرار. المهم فالإسراف أي شيء حلال زي ما احنا عارفينه. آخر حاجة إذا عملت عمل فاضل. بس قلت 40 نقطة دول ولا 30 نقطة دول ليه؟ علشان احنا ننشغل ببعضها فنقاوم ما يسمى باليأس أو الإحباط إلى آخره. تقريبا كده خلصت. الساعة كام دلوقتي؟ 10 إلى 5. النص ساعة اللي جاية أنتوا هتتكلموا فيها. هتضيفوا على هذا. لأن أنا مش محاضر خلي بالك. أنا مش محاضر مش بتاع نظريات. وما يبقاش عندي هنا 50-60 واحد في الغرفة وأنا أقعد أغني عليهم طول النهار والليل. غلط. لابد كل واحد فينا يطلع ما عنده من شيء يفيد كيف نصنع التفاعل. يعني اي تجربه منكم تقولوها نستفيد منها احنا عشان ما يكونش المتحدث هنا هو صاحب كل شيء يعني. لكن حد يجي يقول لنا كيف نصنع التفاهم. اتفضل. رجل او امراه. اتفضل. حاضر. كيف تصنع التفاهم؟ عندك تجربه معينه لينا احنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا تعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام أن أكون دائما البسمة والتفاؤل. قال عليه الصلاة والسلام: تفاءلوا بالخير تجدوه. الإنسان المتفائل أكيد له قاعدة قوية من التجربة. والتجربة أني دخلت السجن، ولكن ما انقطع داخل السجن بفضل الله سبحانه وتعالى عن تعليم القرآن، حتى كنا في منفردة، المنفردة لشخص واحد، لكن من ضغط المعتقلين صاروا يدخلوا اثنين وثلاثة وأربعة. فأكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الضيق والعتمة أننا نصلي خمس فرائض كل يوم بنفس المكان. علمت القرآن، علمنا الأحاديث النبوية، وما انقطعنا عن التبسم داخل السجن رغم كل المآسي بفضل الله. التواصل مع الله سبحانه وتعالى لم ينقطع عنه، سواء في الذكر أو في الصلاة، بالرغم من الظروف الصعبة اللي هو كان عايش فيها. تفضل. ما فيش مشكلة أي. لا، تجربتي أنا وقت طلعت من سوريا كان عندي هيك أمل، وكان عندي تفاؤل إنه الله رح يعطيني شيء كثير كبير في تركيا ورح يوفقني، مع إني ما كنت بعرف حدا ولا حدا بيعرفني ولا عندي أي فكرة شو بيساوي. طلعت ضليت شهر ونص قاعد بلا شغل، اشتغلت بمطعم، اشتغلت بمعمل، وما قدرت أكمل لأنه أنا ما كثير كنت مدعوك ببلدي. تخيلوا إني أنا كنت رايح على مكتب الطيران لأرجع أحجز وأرجع على بيروت، تمام؟ وكان ضايع جوازي، كان مو جوازي، ضايع دفتر الجيش، ويعني الوضع كثير صعب، بس خلص حطيت ببالي ارجع، انا ما عاد اقدر اتحمل العيشه هون. قبل ما اروح على المكتب كنت من شي اسبوع باعت سي فيتي لمنظومه وطن مشان اشتغل فيها. فانا فايت على عند الموظف بدي اشتري البطاقه، جيت بدي ادفع لها حقها، واذا بتصلوا فيني بيقولوا لي عندك مقابله بعد اسبوع. فطار علي طبعا، انا حملت حالي وطلعت، رحت على المقابله وتوظفت. الشاهد من حديثي انه انا بهي التجربة تعلمت انه انا حاطط ببالي وعندي ثقة بالله انه بده يوفقني، لازم ضل حارب لاخر لحظة، ما يقاس بعد شهر وشهر ونص وقلت بدي ارجع، لا، لازم ضل مستمر، ضل مستمر، ضل مستمر، لانه الخير رح يجي بالنهاية، ومثل ما بيقولوا ما بعد الصبر الا الفرج. فهي التجربة تعلمت. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. انا عايز حاجة تجربة عملية، جزاك الله خير. شاب صغير وممتحن في حياته، دخل في مكان ضيق، انا ما فيش اكبر بعض الناس. ربنا يمتحنك في الخير بعد كده. اي تجربه ثانيه، تجربه التفاؤل او اي اضافه؟ انتوا هنا يا شباب مش عشان انا اتكلم. انا ما بنتكلمش كتير. انت رفعت صبعك؟ لا. اتفضل. لا لا، عشان انا في عندي قصيده، اذا سمح، عن التفاؤل كله. لا طب خلي القصيده دي في الاخر، انا عايز تجرب في الاول. عندي تجربه. طبعا. بس أقول في الأول، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه الكلام اليوم أنا تعالى جنبي عشان التلفزيون. طيب، أنا عندي تجربة. وصلت في المحاماة لسن التقاعد تقريبا، قبل التقاعد بكم سنة. قلنا خلاص يعني ما بقي عندنا غير كم سنة إن شاء الله بنرتاح ونقعد، وعندنا تلاميذ. صارت الثورة، انخرطنا بالثورة طبعاً، فقدنا كل شيء، ما بقي عندنا شيء أبداً، بيوتنا، معاملنا، معامل أولادنا، مزارعنا، سياراتنا، ما بقي شيء أبداً أبداً. الله. اضطريت إنه طبعاً بدينا نشتغل في العمل الإنساني، في خدمة النازحين، في حلب بدينا خدمة النازحين، فتحنا مدارس، فتحنا مساجد. تعودنا انه نشتغل مجانا لله تعالى بشكل بدون دخل، والله سبحانه وتعالى في معنا شويه مبلغ بسيط نشتغل عليه ونصرف منه. لما وصلت لعنتا قلت بدي افتح مدرسه، والمدرسه نساعد طلابنا السوريين، ومدرسه خاصه نتنقى منهم مبالغ بسيطه نقدر نمشي فيها امورنا ونعيش. فتحنا المدرسه، كلفتنا كل رأس مالنا اللي كنا مصمدينه البسيط. المهم قررت الحكومة التركية إغلاق المدرسة. احتسبنا عند الله سبحانه وتعالى إنه إحنا علمنا 400 طالب، واستمرينا في هذا التعليم مجانا بدون شيء. الحمد لله رب العالمين، صار أدخلت أكثر من 450 طالب من الجامعات التركية، ساعدتهم، كانوا منقطعين عن الدراسة نهائيا، ساعدناهم انه يدخلوا، ولازلنا نشتغل مجانا في جمعيه امل لابراد سرطان في الاتحاد كل شيء.
والله سبحانه وتعالى أبيسر هاي التجربة. ربنا يجزاكم الله خير. طبعا هم بيتكلم عن تجارب عملية مش حاجات نظرية. الشاب اللي خرج الأخونا اللي ربنا فتحه في مكان سيدنا يوسف عليه السلام، بس مش المكان الأول بتاع النساء يعني. النساء ده تعرف إن فتنة المكان النساء بتاع سيدنا يوسف أشد من فتنة السجن بتاع سيدنا يوسف. هيسألني إلي أنا؟ لا لا مش هسألك. هيخش بقى هو راجل قد إيه بقى؟ حاضر إذا كنا معلش. حاضر. خليك أنت بس الآخر أنت على المنصة، أنا دايماً بخلي المنصة تتكلم في الآخر عشان ما يكونش فيه تحيز للمنصة. نحن يعني من عدم الانتياز. ما انت منصة، لما انت على منصة يبقى تفضل الشعب، تفضل الشعب، تكلم الشعب، الشعب هيتكلم. السلام عليكم. طبعا انا الله اكرمني واستقبال الدكتور هاني بنا بالمطار، كنت بعرف انه الشخصية اللي راح استقبلها مهمة، وانا في منظري شاوي درويش، فطلعت معه بالسيارة، توجه إلي بشكل مباشر الدكتور هاني البنا، فقال لي هم عملوا الحرب في سوريا ليه؟ لم أفهمها رغم أنني فهمتها وماذا يريد يعني بالآخر تماما. فعرجت عن الموضوع، قلت له بالنهاية هذه بلاد الشام ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله منذ أن بدأت الثورة وما لاحق بها وما أشيل لها أنا متفائل بنصرها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب في حد تاني يا شباب قبل ما نروح المنصة؟ تفضل. السلام عليكم. تجربة. أنا بدي أحكي عن تجربة مو تجربتي ولكن تجربة زوجتي، يعني معلومة هي أقرب الناس اللي الموضوع تتطرق. طبعاً نحن كنا عايشين داخل سوريا بالغوطة الشرقية وهي منطقة محاصرة. بداية الثورة أنا زوجتي كانت غير تقريباً بطلة يعني من ابتدائي صف السادس وعمرها 35 سنة بهذاك الوقت. ففجأة قررت أنا بدي أدرس تاسع، بدي أقدم تاسع. قلت لها ما لح تطلع بإيدك، خلص إيمي هالفكرة براسي. قال لا أنا بدي أتعلم، بدي كفي تعليمي. قدمت أول سنة تاسع الشهادة الإعدادية عنها ونجحت فيها الحمد لله. ثاني سنة قالت لي بدي أدرس بكالوريا. قلت لها هلأ التاسع مشي حالها، بس البكالوريا ما لح تطلع بإيدك، في عندك أولاد يعني، في عندها أطفال يعني، كان عندها 4 أطفال. قال لا رح أدرس وبنجح بكرة بتشوف. قلت لها أنت بالإنجليزي ما بتعرفي الألف من البي، شلون بدك تقدمي أصلا؟ شلون بدك تقدمي لغة إنجليزية ولا فرنسية؟ قال بكرة بتشوف. هو بالإنجليزي ما في ألف ولا لا يعني إي بي. المهم قدمت بكالوريا ونجحت. هذا كله أثناء الثورة يعني. نعم. السنة اللي بعدها طبعا كان احنا في وكنا بوضع محاصر. قال في طبعا عندنا كان هيك جامعة فتحت بالغوطة الشرقية هي تابعة يعني كأنه الائتلاف وهيك شيء. قال رح ادخل جامعة. لك قلت له حاجتك جنان هذا، بدك تقعدي على البيت ولسه. قال لا بكره بتشوف. سبحان الله دخلت جامعة. وأثناء كل هذا الشيء عملت عمل يعني أنا ما كنت متوقعه أبداً، يعني اشتغلت كناشطة داخل الغوطة وكانت تساعد كثير يعني مجال الدعوة وحافظت القرآن الكريم. هذا الشيء كله وقت حق سبحان الله نحن جينا جديد على تركيا بس صرنا 3 أشهر بس، الإنجازات اللي سويتها بالفترة الأخيرة أهلتها لهلأ حتى تكون بغزة عتاب ب الحمد لله يعني مستلمة منصب جيد إحدى الجمعيات يعني وكله من خلال 5 سنين بس ما أكثر. جزاكم الله خير. والله رائع. نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن حاجتين مهمين في القضية بتاعت حضرتك. اسمك إيه؟ زهير الطيبان. وزوجتك أم إيه؟ أم هشام. شو معاني؟ أم هشام تمثل حاجة اسمها العزيمة والإرادة. ليه؟ كنز من كنوز المجتمع اللي هي المرأة، هي أم وهي زوجة صح؟ وهي شريكة حياة، لكن حبت يكون لها دور في تغيير المجتمع من خلال العلم، فأصرت على أن تتعلم لكي تصبح هي جزء
من آلات التغيير في أي مجتمع تكون فيه. ما شاء الله. بالذات القصة الجميلة بتذكرني ست كانت كبيرة ولها دخل الجامعة. كانت هي مش حتى الابتدائية ما خدتهاش في مصر. دخلت وخلصت الابتدائية وخلصت الإعدادية وخلصت الثانوية وبدأت اتجوز وخلف عايز يخش الجامعة بس كانت عدت بقى 60 أو دخل على 70 وبدأ بقى كفاية يا ماما عشان إيه؟ عشان لأنها حرمت ها؟ حرمت من التعليم وهي عندها قدرة على التعلم. لكن هي زي أم هشام أو السيدة المصرية دي استطاعوا أنهم يثبتوا إن المرأة دور حيوي إيجابي بناء في بناء المجتمع بناء الأوطان وبناء النهضة والحضارة. طيب تجربة ثانية شايف أخونا هنا أنا عايز التجارب دي ليه؟ لأن أنا عايز آخد من هنا استنى بس منفوخ شايفين أنا منفوخ إزاي؟ عايز كمان تنفخوني أكتر من كده أو ماسك كده بالعرض 2 3 متر الزبدور 3 متر ها؟ لا ما أنا منفوخ لا منفوخ في الحب عنجيل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الحقيقة ما بدي أحكي تجربة مباشرة ولكن في أمر بالنسبة لنا في الشرع الإسلامي مش مجرد تفاؤل فقط بل لابد من اليقين بالمستقبل. يعني حتى الدعاء تدعو وأنت موقن وليس متفائل بالإجابة. فالدعاء لابد بعده أن يكون فيه يقين بهذه الإجابة. أنا أذكر أن أحد الإخوة في اليمن قرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار جنات. فهو الرجل متزوج من عدة سنوات ولم يأتيه أطفال فاتفق مع زوجته أن يقسم الوقت بينهم خلال النهار وكل واحد يشتغل بالاستغفار. فيوم الجمعة بالذات قال فيه هو في ساعة إجابة فلا بد أن نقسم جميع النهار ولا يمضى ولا دقيقة واحدة. فهو أخذ جزء من النهار وهي كان يريحوا يعني يعملوا نبطشية فيستغفر ربهم في هذا الوقت. وفعلا لم يمضي إلا شهر واحد ورزق بحمل. فيعني الحقيقة كان يعني مثال واقعي رائع على اليقين بإجابة الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر أنا أريد أن أنبه إلى قضية بأن الحديث تفاءلوا خيرا تجدوه ويستخدمه في الجذب. الحديث كل واحد مدى معين في الآخر ينجذب هذه لكن بالخير تجدون الحقيقة. جزاكم الله خير. بس أعرق على المثل بتاع اليقين ده. كنت في أفغانستان في 2002 في رحلة يعني رحت في الأول قضيت الكريسماس في كويتا باكستان طبعا في الجنوب عشان دخلت المخيمات بتاعة الشمان وكندهار إلى آخره. وين خدنا الطيارة رحنا على كابل ولفينا بقى حبينا نحط قاعدة معينة إن إحنا نستطيع كعمال إغاثة أن ننفذ إلى كل الأماكن في أفغانستان دون أن يكون معنا حرس أو آلة. بالرغم إننا عرب وكنا في الوقت ده قالوا ما تتكلموش عربي لو خدتم السيارة ما تقولوش إنكم باكستانيين. كان معايا واحد باكستاني وأنا إيه بتكلم عربي. المهم بعد اللفة دي 10 أيام عملنا حفلة في المكتب وأنا طبعاً من النوع اللي أنا بحب آكل أي حاجة في أي حتة بتعمل لي أي حاجة في جسمي. فكانت كباب بالسوق وعدم الناس تتقيأ وتذكرت في الحمام صمتا العسل وتيقنت ان ربنا هيشفيني لو خدت العسل بنية الشفاء. فعلا خرجت شربت يمكن مثلا ايه انا احب العسل جدا 3-4 معالق كبيرة عسل كده ومع ذلك دخلت الحمام بعد كده وكذا وكذا وكذا. ومن كتر السوائل اللي أنا فقدتها أصبت بحالة جفاف ورعشة
لابنهم غطولي بثلاث أنحفة وحطوا عند رأسي دفاية وعند رجل دفاية وعادوا يبقوا خلاص حيموت. وعقل أول مرة زور المكتب في إيه؟ في كابل. صحيت قبل صلاة الفجر وكأن شيئا لم يكن على الإطلاق. بل الرحلة استمرت من كابل لغاية إسلام أباد 15 ساعة لم أدخل فيها الحمام إلى أن وصلت إسلام أباد. تيقنت بالضبط زي من الأخ ذاك أن في ساعة إجابة يوم الجمعة تيقنت أن الله سبحانه وتعالى قال أن العسى هو فعلا كلمة كده ربنا في العظم يعني طبعا المفروض ما حد يفتحش بقه في الحمام في الميكروفون الواحد ما يفتحش بقه في الحمام يعني إيه يعني تناجيت مع الله سبحانه وتعالى أن أنت الذي قلت أن في العسل شفاء وأنا حاسس بالعسل متيقن أن فيه شفاء. في نفس اليوم ربنا شفاني وتواصلت في هذه الرحلة لمدة 15 ساعة أو أكثر الحمد لله شفاني. هذه تجربة أخرى من أخوات فضلي. تعالي هنا تفضلي عشان تواجه المجتمع بتاعك تفضلي لأنه عندك للمستقبل وأقنعيهم بكل شيء. السلام عليكم. بقوة هي متجربة مداخلة عن التفاؤل يمكن هلا على صعيد الافراد احنا ضروري من التفاؤل هو شيء مهم لنستمر لنتجاوز كثير ازمات خاصه الازمات اللي احنا نعيشها هي كبيره وفوق صدعتنا. بس لما انا عم احكي عن منظمات هل هذا التفاؤل بهي النسبه هل هو مضر؟ لانه انا ممكن من هي الجرعه الكبيره من التفاؤل ممكن تحميني شوي عن الواقع لانه الواقع مريض ممكن بعد فتره اكتشف اني انا وقفت او انتهيت. لانه أنا مثلاً كنت منظم بحلب وأنا متفائل مستحيل تتحاصر مستحيل تمشي لأنه أنا حاطط مسلمات غير واقعية ومتفائلة. بعد فترة اكتشفت إنه أنا بس بدي أطلع أو أنا اضطريت أو أنا مشيت وانتهيت. هل أنا بحاجة لأنه أحس إنه قد يفقد الأمل لحتى أستمر؟ حتى دائماً ما في أمل باقي. نحن نعرف إنه باليوم اللي رح تشرق فيه الشمس في الغرب هو ما ضل في توبة هو يمكن لحتى شو ما صار بس الجاي احسن. بس انا على شغل على مستوى المنظمات هل المنطق بيقول لي انه لا انا لا قد يفقد الامل؟ انا مش انا اصلا انا عندي مايك مش كده لا اخونا ما بتكلمش انا بالعسل مع حد ده النهارده في الاوتيل بقول بكلم انت معاك بقول احنا تعودنا على نصف الملايين طب مفيش ملايين يبقى نصف مئات الالاف مفيش مئات الالاف نخش في العشرات مفيش عشرات نخش في الالاف مفيش الاف نخش زي ما انا عامل البتاع اللي هي اللي بتصور دي عندك انت فكره عايز تنشرها على العالم ما عندكش امكانيات عندك تليفون وانت قاعد في بيتك انشرها يعني مش كل شيء يعني المهم ان الامل ما تفقدش ابدا 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 امل حتى لو الظروف اللي حوالينا اصبحت بنسميها احنا بالانجليزي ميستي كلاودي ضبابيه ملزقه سودا كل الحاجات دي كلها خلاص ايه المشكله؟ انا هشتغل انا هشتغل انا مش هعرف مش هبطل شغل. لو انا بطلت شغل يبقى انا مش متفائل. لو انا بطلت شغل بغض النظر عن ايه هو الشغل بسيط الشغل ضمن الامكانيات المتاحه ولو ما فيش امكانيات معاك ربنا انت اسمك ايه؟ صبا؟ صحبا كمان؟ صبا صحبا دي جايه من الحر ولا الزحمه؟ ايش معنى صحبا؟ صحبا انتوا بينكم عجب مش عارفين صحبا الشعر الاحمر فانت خدت بال حضرتك اللي احنا عايزين ناخد منه ان احنا نعمل دائما مهما كان مقدار وقيمة وتأثير هذا العمل على المجتمع. لأن احنا لو توقفنا عن العمل اللي بعدين هيجوا مش هيلاقوا أي خطوات. مش ممكن الإنسان بيعمل طريق أو بيعمل كوبري أو بيعمل منشآت، أنا بمشي في الصحراء وفي عراف بيجي يشوف خطواتي أنا والغنم اللي أنا ماشي معاه. أنت إن شاء الله يكون شغلك هو الخطوات اللي هي في الصحراء اللي هيجي عراف يقول الطريق من هنا. مش هقول لك اعمل لي كوبري بقى ولا هات لي ولا هات طياره ولا هات عربيه ولا كذا ولا كذا، ده بعد كده هيجي بعدين بناء على الخطوات اللي انت مشيتيها في وسط الصحراء لغايه ما وصلت المدينه الثانيه.
طيب اخونا عايز يتكلم وهو متحمس جدا. ها ها انت هتتكلم هوقفك ولا لا؟ الساعه كام معاك دلوقتي؟ الساعه 10 كده. طيب يبقى انا هاخد تعليقك وبعدين تعليقك انت عشان اخد تنبيه. عايز تتكلم حضرتك؟ طيب ما بعرف بس الدكتور بيوافقني بهالفكره. اه تمام. انا برايي انه الواحد لازم يضل مثل ما عم تقول متفائل وعنده امل، بس لازم يكون تفاؤله وامله بشكل عام. يعني انا مثلا بدي ادرس ماجستير، لا حط انه انا بدي ادرس ماجستير بهي الجامعه، لا خلص انا بدي ادرس ماجستير بجوز بهي الجامعه بجوز بهي الجامعه بجوز بهي الجامعه، بس لازم يكون عندي امل وثقه اني رح ادرس هذا الماجستير، ولا يتحول الهدف انه انا بدل ما احول هدف، يعني يكون هدفي ماجستير يصير هدفي يفوت على هي الجامعه. لذلك على 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 العموم الواحد لازم عشان ما ينصدم بشيء خصصه وما قدر يصدقه. انا بس هديكم تجربه ثانيه من حياتي الشخصيه قبل ما اخش لحضرتك وبعدين لحضرتك وبعدين الشعر بتاعك. انا اول مستشفى كنت بتدرب فيها حب، يعني كنت انا عايش على حسابي لسه ما خدتش اللي هو الرخصه عشان اشتغل. فاحد المستشارين كونسلتنت كان جراح طيب قال لي ممكن نشغلك في الويك اند ويعني في نهايه الاسبوع ده ونديك اجر ظاهر. فرحت انا قوي وده وارتفع فيها الحماس غير عادي. الكونسلتنت اللي هو المستشار اللي هو الرئيسه ما عجبوش ان انا ايه اشتغل. كلم اللي هو المسؤول المستشفى فلان الفلاني ايه ما يشتغلش. قمت قالع البلد وقعدت في البيت الغرفه بتاعتي. ما كفاهوش هذا. يوم الاثنين واحنا مش بنمر على العيانين انا رايح معاه بتعلم يعني كطالب الى اخره يعني. هزقني امام الملأ كله. يعني واحد كسر نفسيته وكسر كذا وكذا 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 الى اخره. يعني ده ما يتشغلش ده كذا ده كذا ده كذا. على اليقين حضرتك في رمضان. فروحت البيت الغرفه مكسور يعني. وصلت لهناك طبعا حاولت ان ايه خلاص احول بقى الهزيمه النفسيه دي الى ايه؟ فطبعا زادت ايه؟ بلتين. وانا خارج من القسم قعدت قلت خلاص تفتكر الاتوبيس هيبقى بعد ساعه هيبقى بعد ساعتين. فجيت الطبيب المصري ده وقلت له قصه. قال لي ولا يهمك. قلت له ايه ولا يهمك؟ انا احنا في القسم اللي هو يعني كانه بيعامل مريض يعني الحمد لله. تعالى ايه اشتغل عنده حوالي ست اسابيع. قلت له من اسابيع لغايه ما انتقلت لمستشفى ثانيه وثالثه. فبالتالي حاجه زي كده تجربه كده خدت الدكتوراه وصلت فيها وكل حاجه صدقت فيها الحمد لله. عايز اسمع رايك انت. وبعدين حضرتك عن قصه شخصيه او عن شيء حتى انا القصه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يقبل فيه ما يحب لنفسه. فخلينا نحن نكون احنا من نزرع التفاؤل للاخرين بالعدل. موضوع العدل كل موضوع التفاؤل لم نذكر موضوع العدل. نحن اكثر مشكله كنا نعاني منها في سوريا هي موضوع الظلم. ووجدنا للاسف انه نحن حتى الان نظلم انفسنا. بس حبينا اعلق التعليق البسيط والله يجزيكم الخير. يعني التفاؤل مهم جدا يعني نتعلم من الاخرين التجارب بتاعتنا واساس من الاساسيات مش بس التفاؤل ببناء المجتمعات وبناء كل شيء. طب حضرتك كلمت قبل كده؟ لا طب خلاص هنا الاثنين وبعدين ثلاثه هنقعد نبحث. بسم الله الرحمن الرحيم. مازن محمود جمعيه دراسه ريف الدب عن المنطقه الحدوديه. في رمضان الماضي كان الخبز حاجه ضروريه طبعا غالي جدا للمواطنين. وصلت الرقم الخبز الوزن كيلو حوالي المواطنين اللي هن اصلا على خط نار هن يعتبروا مكان مرابطين. بفضل الله عز وجل عندنا مشاريع لكن ننتظر الامل بالله عز وجل. الى ان بدا مع موسم الشتاء شاركنا بموسم بلمس الدفا في بوست. عقدنا مع مخبز ما اشترينا مخبز تعاقد مع مخبز يفرز لنا اياه بالمجان. ما زلنا عم نسوق للمشروع انه البلد بحاجه البلد بحاجه. فكان فضل مشان ما يكون في عرض كثير وبالتالي يصير في هدر في الدعم. لما يكون واقف الدعم نشتغل احنا. فسبب 100 ليره ويفضل على هلا ماشي رب الله عز وجل لكن لابد للتفاؤل من عمل ومن تخطيط بس. بعدين اخونا مروان حضرتك والله العظيم ها بالرسمه ها الشعر لما بيرويك
السلام عليكم. طبعا انا بدأت تجربتي في ظل اضراب الكرامي لما صار عندنا شيء اسمه اضراب الكرامي. ضيعه صغيره 5-6000 نسمه، فيها موظفين فيها مدرسين، فاضربوا المدرسين على المدارس وروحوا اخر الشهر يقبضوا الراتب. نهاية شيء زعزع فيه كثير، انه طلاب ممنوع الدوام، يروحوا ممنوع اعطاء دروس. فتحدينا انا وشخص اللي هو ابن عمتي كان قدوتي في الجامعة، وأي شيء استشيره فيه كان الأول على الجامعة، هو كان مدرس ويقول لي أنا خلص ما بقى أعطي دروس. قلت له طيب أنت إضراب كرامي على سبيل مين؟ يعني سبيل ابنك وأخوي وابن عمي. فجينا أنا وشخص حطينا فكرة أنه نعمل مشروع معهد شرعي في القرية، لأنه مثل النظام يعني أنه نفتح مدرسة ما بيخلونا. فحطينا مشروع معهد شرعي متطوعين كلها طلاب جامعة تركوا وقفوا الدراسة، 23 متطوع. حطينا برنامج مدرسي كامل فقط في عندنا مادة قرآن ومادة حديث اسم معهد الشرعي للتمويه يعني، ويلاقونا فهددناهم في إحدى الجهات المسلحة. بلشنا أول سنة 0 ليرات، ثاني سنة جانا دعم 1000 ليرة سوري و4000 منهم طلاب، شيء كان عدد 300 طالب. بلشنا السنة اللي بعدها جابوني، أنا ما ندرس يعني شرعي، ولكن جابوني تعرضك تصير مدير المعهد الشرعي. جينا فالشرعيين نهروا بين بعض 4 أقسام قسموا إيش بدنا نعمل. عندنا 3 جوامع في الضيعة، يعني بعد تفكير طويل إنه خلاص أنت روح على المسجد الثاني خذ طلعتك لهونيكي وبلش شغل، وأنت على المسجد الثاني كل واحد حر دور على جهة مالها إيش ما بدك عمول، عشان نفصلهم عن بعض ما يصطدموا. الحمد لله 20 حافظ بالقرآن، كان 0 حافظ، كل 20 حافظ وحافظ بالقرآن، واستمروا لحد الآن. الأساتذة كانوا يحاربونا يسكرون المدرسة يطفون على الحيط. الأساتذة كانوا يحاربونا هلا عم يرجعوا لعودي مشان يوصفوهم عندهم. السلام عليكم، أنا مروان حناوي من الأردن. أنا حسن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، أن الإنسان يتفاعل لا لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماسة وتروح رفاعة، ولازم أن يكون يتزامن مع الاتكال فسيلة فليغرسها. النقطة الأخيرة أنه لازم يكون في الاتكال والعمل أنا بالديان والتفاؤل على الإسلام في كل الدنيا، لكن توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتشر الإسلام في كل الإسلامية، وانتشار الإسلام جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لما حضرت عندي أنا أقول لك دلوقتي شو بحكي. أنت محاضرة ولا لا؟ أنت محاضرة. طيب. تجربة عابرة للقرارات. طيب. خلاص. بعض الأجزاء، ولكن لقيت الوقت الناس ما يكون بينها القامات إن أنا أشارككم التجربة لعل تصححوا لي لعل راح أستفيد وتفيدونا. أنا وأنا صغير شفت فيلم صغير عن 1 مليون شاب، عجبني الفيلم كتير بجانب طبعا بعد الوقت، لاني لقيت معظم المليونيرات كلهم عواجيز، فقلت انا وانا على سن ال40 بدي اكون مليونير. بعد ما اتخرجت من الجامعه انشات مؤسسه اسمها الترمذي، ممكن هالمؤسسه انشاتها عام 1422 من الهجره، انشاتها في مصر منطقه المعادي شركه الترمذي ورخصتها، لكن غلطت غلطة بسيطة ان انا دخلت في الاقتصاد السياسي، انا كان عندي طموح سياسي وكان لي تجربة ما راح احكي عن تجربة سياسية. في خلال سنة بالضبط اجرت 3 محلات، اشتريت شقة، اشتريت عربيتين، وبدأت عملي استخدمت كل ما يمكنني من موارد وعلاقات وخبرات ان انا اوصل للمستوى المادي اللي انا عاوزه. لكن اجت الاحداث في مصر كل شيء راح في لحظة، طلعت من مصر 30/8/2013، اضطريت اعمل توكيل عام وتخليت عن كل شيء. طلعت على السعوديه طبعا لي اخواتي هناك في السعوديه، بصيت البيئه لقيتها غير مناسبه ابدا. كان عندي امكانيه اني اقعد في السعوديه وجهت الوظيفه وقعدت بجانب عملي كنت بشتغل على عده مسارات تجاره اقتصاديه عده امور. وانا في السعوديه بعد الحج استعنت بواحد وعملت نفس اللوجو، رحت قلت راح احول الفكره اللي موجوده عندي هجمع المال، انا لسه على هدف لابس اكون مليونير. لكن امبارح انا لو تفتكروا اتكلمت عن الموارد الماديه والبشريه والانسانيه، حاليا بجمع الارض. طبعا قبلت المشاكل اللي هي بسبب مشاكل الدواعش موضوع الموارد امبارح جاب، لكن انا متاكد متفائل ان على 40 سنه دي راح تكون مؤسسه
تدعم مثلا بناء القدرات في العالم كله ان شاء الله. ما عجبناش الشعر طلع كون عسلي لوان. لا هيعجبك. انا اكون واقعي. طيب الصراحه انا اكون واقعي صغيره بعد ما يعني استحر القتل. ثوره الشامي على الفجر مرتد وقاضيه الظلام كان روحا يمنح اليأس حياة قبل أن يخطفه الموت الزؤام. كان ثوبا من إباء الثائرين قبل أن يرخى على الوجه اللثام. كان جسرا لعبور المتعبين بينما كانوا جسورا من حطام. ثورة الشام على الفجر السلام أمة تسبى لكي يحيى الإمام. جاءتني رسائل كثيرة. أنت متشائم، أنت خرجت من يعني من كل شيء اسمه تفاؤل، فكتبت تجربتي صراحة في التفاؤل وعنونتها بين الوهم واليأس والتفاؤل. أرجو أن أجيب على كل التساؤلات. أقول فيها: قالوا تفاؤل، قلت ما يعني التفاؤل؟ أوزع الأوهام أو فيها أجامل؟ هل أرقب الصبح المغرد بالبلابل والكل بالبارود يرميها بوابل؟ ومتى سيكتمل البناء وكيف ذا والمعول الهدام؟ نحن مع المعاول. وإذا تركت الأرض بورا هل تراها سوف تنبت ثم تحصدها سنابل؟ وإذا مشيت العكس من درب الوصول فهل تظن ولو مشيت الدهر واصل؟ إن كنت أميا وأنت ملازم جهلا فهل تأتي بما عجز الأوائل؟ نصر يأس. لا يأس من نصر الإله وإنما مما تفرق من كتائب أو فصائل، ممن تفرقهم وتشعل حربهم حتى الفناء محتما سام الجمع يورده الهلاك وكل ذاك الجمع غافل، ممن تحكم ثم من كل من يفتي به وإن شيخ قال. التفاؤل. إن التفاؤل أن تعيش الحق لا تخشى ولو عدد الرمال جموع باطل. إن التفاؤل أن ترى الطاغوت قزما لو جيوش الأرض جند من جحافل. إن التفاؤل أن يظل القلب حرا إن تكن الأجساد جرت بالسلاسل. إن التفاؤل أن يكون القلب فجرا كلما اشتد الظلام يقول زائل. وإذا التفاؤل أن تظل مقاتلا لو كنت وحدك فاشهدوا أني مقاتل. إن التفاؤل يستمد من الإله توكلا والله ألزمنا الوسائل. لا فرق بعد إذا غلبت وإن غلبت وإن قتلت على الهدى أو كنت قاتل. شكرا 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 شكرا. طبعا الحمد لله في تجارب كتير عرضة، والحمد لله ما فيش حد فينا عنده علم لدني، حتى سيدنا موسى عليه السلام ربنا هداه بسيدنا خضر. فالمتحدث ليس اعلم من السامع والسامع اعلم من المتحدث باذن الله سبحانه وتعالى. يعني تقريبا تعدينا 10 دقائق دلوقتي في الجلسة، وعندك كده دقيقتين ترتيب للقلوب وعين فيه هناخد بريك ونرجع الساعة 11. يعني ايه دقيقتين كده؟ وعارف بس هم ياخد الشاي والقهوة والحاجات دي كلها. صلي ابن على رسول صلى الله عليه وسلم. الله 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 صلى الله عليه وسلم. هلالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب. هلالك كم تحن كم يردد يا حبيب، وكم باتت بحرقة
صفقتها عيون يؤرقها التأو النحيب إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته يذوب وفي أحشائه هذا اللهيب رسول الله حبيب الله لي أمل وإني لأعلم كم زللت وما أصيب وأعلم أن زلاتي كبار وأن الجذع ليس له ذنوب فهلا كنت ذاك الجذع يوما وأنت لي المداوي والطبيب وكفك تمسح العبر مني وثغرك سيدي مني قريب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله هاي 15 دقيقة كده ربع ساعة شاي وقهوة. الجلسة الجاية هتكون على التفكير الاستراتيجي. كنت تقيلة شوية عن الجلسة دي. كنت تقيلة شوية عشان كده ما رضاش ابدا تقيل.